بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة إن شاء الله وكلام جديد من كلام هوانم. والحقيقة زي ما شفتوا وتابعتوا معانا يعني التقرير اللي كنا بنذيعه من شوية، هو كان عن مؤتمر هو الأول من نوعه موجود هنا، اتعمل في قاعة المؤتمرات في الأزهر الشريف، طبعا تحت رعاية الأزهر الشريف، وهو كان مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والحقيقة دي كانت من الحاجات المهمة جدا اللي يعني اللي دايما يعني علماء كتير جدا أثروا المجال ده بأفكارهم وفكرهم المهم جدا واتكلموا فيه بشكل مفصل الحقيقة، واستفدنا منه كتير، لأنه في ناس كتير بتبقى عندها يعني ممكن ايه مش عارفة بعض المعاني او مش عارفة قد ايه اعجاز القرآن الكريم وصل لدرجة ايه، وبنكتشف ده مع الوقت مع العلماء اللي بيكتشفوا حاجات ويرجعوا يقولوا لنا انها مذكورة في القرآن الكريم من يعني منذ الخليقة، مذكورة من زمان جدا طبعا من ساعة ما نزل القرآن الكريم وموجودة، واحنا ممكن نكون يعني كان في ليها تفسير لكنها أوضحوا التفسير أكتر طبعا بالاكتشافات الحديثة. والحقيقة أنه يعني طبعا دكتور علي فؤاد اللي هو اللي كان قائم على المؤتمر مشكور، عمل المؤتمر ده بشكل كبير جدا وشكل ضخم الصراحة، وكان في عدد كتير جدا كبير جدا من العلماء المهتمين بالمجال طبعا، وعلى رأسهم كان سيادة المفتي، وكان معانا كمان دكتور عبد الله المصلح. والحقيقة ان احنا استفدنا جدا من المؤتمر، ونتمنى ان شاء الله ان توصيات المؤتمر اللي خرج بيها تكون حاجة مفيدة للمجتمع بشكل عام ان شاء الله. وقبل ما نبتدي حلقتنا اللي احنا طبعا متعودين مع حضراتكم عليها، برحب بالحاجة سعدية القارئة لقراءات العشر الصغرى والكبرى والأربعة الزائدة المنورانة. برحب أهلا بك يا أستاذة عبير، منورانا. الله يبارك فيك. وأكيد هنكمل مع بعض طبعا في يعني حلقتنا، واللي احنا الحمد لله بدأناها في رسائل القرآنية، وهنبتدي ونرجع نكمل في سورة المائدة إن شاء الله النهاردة. لكن عايزة أقول لحضراتكم على حاجة الأول قبل ما نبتدي حلقتنا، وهي حاجة بتخص الرعاية الصحية في مصر ومستقبلها بشكل عام، وخصوصا الحقيقة مرضى سرطان البروستاتا. وفي خطوة هي يعني تعتبر غير مسبوقة، أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة باير بحضور معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار وقيادات شركة باير العالمية. والاتفاقية دي كانت بتهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم مستوى عالمي من العلاج لمرضى سرطان البروستاتا. وطبعا على هامش بقى توقيع الاتفاقية دي يعني حصلت الفعاليات في النسخة الثانية بتاعتها من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. والمؤتمر ده كان منعقد تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وطبعا كان برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في العاصمة الإدارية الجديدة. هسيب حضراتكم مع تقرير نشوفه عن المؤتمر ونرجع مرة تانية. النهارده يمكن موجودين دلوقتي بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه من الشركات العريقه في مجالات الطبيه بشكل عام، وهي شركه باير. ومش اول مره الحقيقه نتعامل مع شركه باير، ولكن احنا من خلال مبادرات الصحه العامه اللي الدوله بتتبناها منذ حوالي 10 سنين من سنه 2014 لحد 24، عندنا حوالي 14 مبادره رئيسيه، وكثير من المبادرات دي حققت نجاحات يشهد لها المجتمع الدولي على في مجال الصحه العامه بشكل كبير. طبعا فكرة الكشف على الأمراض السرطانية دايما بتبقى عندها مشكلة، ويبقى فيها استجمة أو فيها وصمة بتخلي دايما المواطنين يعني متخوفين من الكشف المبكر أو إجراء أي فحوصات خاصة بالكشف المبكر على الأورام السرطانية وخصوصا أورام البروستاتا. And it was a great pleasure for me today to meet with His Excellency the Minister to sign an MOU on prostate cancer treatment in Egypt. We know that Egypt is a very successful country when it comes to implementing presidential initiatives. We've seen it for hepatitis, and we also saw the results of the project for HCC that was presented earlier today. So it is with great pleasure
that we are now introducing this collaboration with His Excellency the Minister himself and the Egyptian government in order to provide as much awareness and treatment of Egyptian prostate cancer patients. صحة تعتبر استثمار وبالتالي التشخيص المبكر مفيد وهذا بيشجع شركة باير عالميا انه تعمل عدد اكبر من الشراكات مع مصر واليوم بنحتفل بشراكة بخصوص تشخيص وعلاج سرطان البروستاتا. الحقيقة كل الخطوات الخاصة بالفحص المبكر انتهاء بالعلاج اللي موجود في كل المراكز او المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الجامعية وغيرها من المستشفيات كلها بتتحملها الدولة بدون اي نفقات على المواطن. الاتفاقية فيها ثلاث محاور كبار: التوعية للمواطنين ولل يعني العاملين في القطاع الصحي، وتدريب الكوادر الصحية على الكشف المبكر، وكذلك دعم المرضى في الفحوص وخطوات العلاج لمرحلة الشفاء. طبعا الهدف الأساسي من المبادرة هو الكشف المبكر وان احنا نقدر نكتشف هذا المرض الذي يمكن التعامل معاه بطريقة سهلة جدا في المراحل الأولية، نكتشفه في مرحلة يمكن الشفاء منها والتعامل بها عن طريق جراحة أو علاج إشعاعي أو علاج هرموني بأقل تكلفة معنوية ومادية ممكنة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة زي ما شفنا مع بعض في التقرير أنه المؤتمر أساسا بيتكلم عن أو بيهدف للكشف المبكر والتوعية بأهمية الكشف المبكر، والحقيقة ده شيء مهم جدا في كل الأمراض وخاصة الأمراض السرطانية، لأنه هي بتبقى يعني زي ما حضراتكم يمكن تابعتوا وسمعنا كتير في الفترات الأخيرة، والحمد لله بقى عندنا نسبة أكبر في التوعية والناس بقت فاهمة ومقدرة مسؤوليتها يعني تجاه نفسها وتجاه طبعا الأسرة بتاعتها وبقية الناس كلها اللي حواليها، إنها لازم تبقى قادرة تعرف أهمية الكشف المبكر لأنه ده يعني عليه عامل كبير جدا جدا في الشفاء، ويمكن نسبة بتوصل لأكتر من 90% في الشفاء، لأنه كل ما بيكون بدري كل ما بيكون الموضوع أسهل في إن هم يقدروا يتحكموا فيه بسرعة، ونقدر يبقى فيه إن شاء الله علاج أحسن يعني ونتائجه أفضل بكتير. فإن شاء الله ربنا يعافي الناس كلها يا رب جميعا ويشفي كل المرضى بإذن الله، ونهتم كده بصحتنا ودايما يكون عندنا وعي كبير بيها إن شاء الله. النهاردة وفي حلقتنا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنتكلم على الرسائل القرآنية، واتكلمنا قبل كده انه يعني لكل حد بتبقى ليه رسالة كده، ممكن تكون رسالة خاصة بيه، ممكن يكون قرأ نفس السورة ونفس الآية أكتر من مرة، لكن في كل مرة سبحان الله بتوصل له منها رسالة ممكن تكون مختلفة، ممكن نلاقي كده وقت نقول إيه دي جت في وقتها، دي الآية دي بالظبط على اللي أنا بيحصل لي دلوقتي، على اللي أنا كنت لسه بفكر فيه، أو على حاجة لسه ممكن تحصل بعد كده. فربنا يا رب يزيد العلماء علما ونتعلم منهم اكتر. ومعانا النهارده الحاجه سعاديه اللي برحب بيها مره تانية، وهنكمل مع حضراتكم سوره المائده. برحب بحضرتك. الله يبارك لك يا عم، تسلمي لي. الحمد لله. ويمكن لما اتكلمنا على سوره المائده حضرتك قلت لنا كلام جميل جدا المره اللي فاتت، واتكلمنا على الامانه وازاي نوفي بالعقود زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا، وان النداء ده كان خاص بينا احنا المؤمنين، لانه احنا اولى الناس بتنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يا رب يقدرنا جميعا على تنفيذ أوامر ربنا. لكن النهاردة هنتكلم كمان على يعني قصص القرآن الجميلة، يعني عايزين نقول إنها شاملة لكل أحداث الدنيا وبداية الخلق وبداية الخليقة، وقصة من القصص المهمة جدا جدا اللي الناس كلها يمكن تعرفها ويعني سمعت عنها وعارفة قد إيه إنه الخير والشر موجود منذ بداية الخلق، وقصة قابيل وهابيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأول بندعي لمرضنا مرضى المسلمين، آمين يا رب، ويشفي مرضنا مرضى المسلمين، وعافي كل مبتلي مسلم يا رب، ويخفف ألمهم ويجعله في ميزان حسناتهم، كما برأ يعقوب يبرئهم، وكما شفى الله عز وجل سيدنا أيوب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين، ويجعل ألمهم أملهم. ونسأل الله عز وجل بفضل القرآن وبركة القرآن وشفاء شفاء القرآن أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. احنا زي ما بنقول كل مرة ان احنا بنحاول، وزي حضرتك ما تفضلتي ان احنا كل مرة بنحاول ناخد رسالة من القرآن، لان احنا مش بنقرأ القرآن قراءة عفوية او كذا، لا، احنا محتاجين نقرأ القرآن بتدبر. افلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. إحنا عايزين نقرأ القرآن، والقرآن وحروف القرآن وكلمات القرآن بتلمس قلوبنا قبل أي شيء. صحيح. وبنحاول كل مرة إن إحنا ناخد، إحنا مش بنفسر، إحنا مش بس بنحاول نستطلع من الآيات اللي يمس حياتنا، أو نطلع منه بمعلومة، أو نطلع منها بخلق، أو نطلع منها بأثر طيب على قلوبنا، أو حاجة تردنا إلى الله عز وجل مردا جميلا. اللهم أمين يا رب. فهنبدأ الرسالة بتاع النهاردة، أو رسالتنا النهاردة رسالة مهمة جدا جدا، ورسالة عظيمة من رب العالمين اللي قامت عليها البشرية أجمعين. الرسالة النهاردة ونلاقي أول كلام فيها، يعني لما حبيت أطلع رسائل من سورة المائدة، هي مليانة رسائل عظيمة جدا جدا، وكل القرآن كله الحقيقة. احنا يمكن في أول الحلقة أعرضنا تقرير عن الإعجاز العلمي، وكان في أحد الكلمات الدكتور بيقول أنه نستقرأ القرآن الكريم الأول علشان ما نستناش لما العلماء يكتشفوا ويطلعوا لنا الإعجاز اللي في القرآن. هو بالفعل في ناس يعني أخذت الآيات واشتغلت عليها وعملت عليها أبحاث كتير جدا، وطلعت لنا يعني معلومات يمكن العلماء كلها بيستخدموها دلوقتي لحد دلوقتي في كل المجالات سبحان الله. يعني وما بنشوف الإعجاز العلمي ونشوف علماء الإعجاز وهما بيتكلموا على الإعجاز، مش بس اللغوي اللي هو أصلا معروف أنه هي كانت دي معجزة القرآن الكريم، ولكن يعني معجزات كتير جدا جدا داخل القرآن الكريم وفي حياتنا. أكيد إحنا بنحاول بس إيه نربط القرآن بالواقع، أو ناخد فعلا الرسالة اللي تربطنا بالواقع. فما حاولت النهاردة نختار رسالة، فما لقيتش رسالة أكتر من صلة الأرحام، إن ربنا عز وجل يدي لنبيه صلى الله عليه وسلم رسالة عظيمة جدا ويقول له إيه: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. ونتكلم على بالحق، يعني أصل هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. صحيح. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلما يقول له واتلوا عليهم نبأ بني آدم، إحنا ما شفناش بني آدم. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش بني آدم. القريش واللي كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش بني آدم. فلما يبدأ ربنا عز وجل يقول له واتلوا عليهم، يعني كمل القصص بتاعك يا محمد، احكي لهم واتلوا. أصل هو من التلاوة، يعني معنى كده ايه؟ ان كان في قبل كده فكمل بقى ليهم، احكي لهم القصة اللي جاية دي لعلهم ياخدوا منها العبرة والموعظة. صحيح. فقال له ايه؟ واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق. تمام كده؟ ده يعني إشارة هنا بالحق. بالحق يعني ده لا أساطير ولا حواديت ولا حكايات، ده بالحق حصل. يعني لما ربنا انا هقول لك كلام هو حصل، مش هو انت مع ولله المثل الاعلى، مش هتدور ورايا اذا كانت الحكايه دي حصلت ولا ما حصلتش. لا، وهو ما هو زي ما قلنا من شويه ان هذا لهو القصص الحق. يبقى كل قصص الله عز وجل في القران هو انزله على نبيه، لان هم ما شافوش ولا المؤمنين في الفتره دي شافوا القصص دي. يعني قصه سيدنا عيسى، قصه اللي فيها سوره اللي نازله فيها سوره المائده، ما شافهاش النبي صلى الله عليه وسلم، انما كانوا بيسمعوها. وما يجي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما اثرش الحاجه اللي ما كانش موجود في ويحكيها لهم، يبقى ده ايه؟ إنما هو وحي يوحى. ده وحي من الله عز وجل. إذ قرب، نقولهم تاني الآيات: واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. هو إيه قصة ابني آدم؟ يعني ممكن نكون سمعناها وقبل الهوى كن أستاذ عبير بتقول لي، يعني ممكن الناس تكون سمعتها، بس إحنا هنقولها
ونربطها بالواقع اللي احنا فيه. احنا كلنا عارفين ان الكون مخلوق اساسا سيدنا ادم. صحيح. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. تمام. فالاصل في القصه فالاصل في الكون انه ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم في الكون لسيدنا ادم وان هو ده الخليفه. استاذنك بس معلش عشان معانا ايه على التليفون. اهلا يا ايه. اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي. انا اول مره اعمل مشاركه على فكره. اهلا بيكي. انا عايزه تجيبي بس لعيالي ربنا يشفيهم يا رب ان شاء الله ربنا يشفيهم وتبقى مصر ربنا يتم عليها الامن والامان. امين يا رب. امين. ويعني ربنا يصلح حال البلد يا رب دايما كده ونبقى اعلى واعلى ان شاء الله. امين. ربنا يرفع شأنها احسن واحسن. يا رب يا حبيبتي ان شاء الله. شكرا يا ايه تسلمي. امين. امين يا رب العالمين. الله في اخر الحلقه هندعي باذن الله. هندعي ان شاء الله باذن الله. تمام كده. فاحنا عارفين ان هو الكون خلق لخلافة سيدنا ادم فيه. وقلنا ما اتكلمنا على سورة البقرة وقلنا قصة الخلافة لسيدنا ادم في الارض. طيب سيدنا ادم والسيدة حواء نزلوا الارض نزل معهم مين؟ ابليس. ايوه. تمام كده. واحنا عارفين ان في الاصل ابليس وسوس لسيدنا ادم وهو في الجنة فوسوس اليه. تمام. طيب وبعدين فعصى آدم ربه فغوى وبعدين ثم تاب عليه. حلو الكلام. فنزل سيدنا آدم والسيدة حواء إلى الأرض نزلوا لإعمار الأرض. فكان لابد من إيه؟ من نسل وتكاثر للأرض. صحيح. فكان اللي بيحصل إيه؟ إن السيدة حواء بتحمل وفي أول البطن جابت ولد وبنت وخلفت تاني في البطن الثانية جابت ولد وبنت قابيل ومعاه بنت وهابيل ومعاه بنت أخرى. فبرضو بنتكلم على إن في لازم يكون في تكاثر ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. فكان التكاثر هيجي منين؟ أو اللي اقترحه سيدنا آدم على أولاده إن ده كل واحد ياخد البنت من البطن الثانية يعني ما ياخدش أخته اللي مولودة معاه في نفس البطن. قال لك ليه؟ قال لي عشان يبقى فيه تباعد نسبي ما بينهم. تمام. تمام كده. ما كانش فيه في الارض الا هم السته دول. ايوه. سيدنا ادم والسيده حواء وقابيل وهابيل والاختين البنتين. يعني السته دول كان هم الوحيدين في الكون ده كله. في الكون كله سبحان الله. في الكون كله هم اللي كانوا موجودين. وبالتاكيد ان سيدنا ادم حكى ليهم عن ما حدث له في الجنة ووسوسة إبليس إليه. تمام كده. وكيف غواه وكيف أنزل من الجنة وكيف تاب الله عليه. فأكيد سيدنا آدم حكى لأولاده ليه؟ عشان يعرفهم إن في حد اسمه إبليس هيوسوس في شيطان رجيم. بس أيوه. هو ونرجع نعرف حاجة إن الشيطان كده كده متوعد بني آدم. ده قال لي ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم من بداية الخلق من أول ما سجدش لسيدنا آدم ذريتهم أجمعين. أيوة. وقال له ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. تمام. فيبقى سيدنا آدم عرف ذريته أو أولاده دول إن في إبليس. ليه؟ لأن إحنا عارفين في طريق خير وفي طريق شر. أيوه. فحصل إيه؟ قابيل وهابيل. قابيل اعترض على إن هو ياخد أخت هابيل. لأن أخته اللي كانت معاه كانت نقول أجمل منها أو أفضل منها أو أحسن منها. فقال من وجهة نظر. من وجهة نظر. وده أول اعتراض. أه. وأول عدم رضا في الأرض. بالظبط. وده اللي بيحصل للإنسان في كل يعني أي حد بيمر بموقف عدم الرضا ده هو بيبقى بالنسبة له مش شايف مش قادر يشوف غير كده. مش قادر يشوف غير إنه دي اللي هو مثلا كان الشيء ده هو اللي كان عايزه والشيء ده هو اللي مثلا مش كويس بالنسبة له. هو مش قادر عينيه مش قادرة تشوف غير ده. وده اللي احنا بنقعد نوصي بيه بقى ونتكلم على الرضا. أيوة. سبحان الله. من هنا برضو بناخد النقطة اللي احنا بنحاول ناخد من القصص ما نربط بيه في الواقع. هو مرضيش. وأول اعتراض ليه وقال لا أنا مش عايز دي. يبقى هنا قلبه ايه دخل فيه غل.
دخل في حقد، دخل في حسد، دخل في ضغينة على أخوه من البداية. من هنا ليه هو اعترض ومرضيش على إن هو لا ده في أنت هتاخد دي، وهم يعني زي ما حضرتك بتقولي مرضيش بال مكتوب له دون أو بما قسمه الله له، بما قسمه الله له، مع إن ربنا مديك كون بأكمله. يعني هم في الكون ده كله لوحدهم، في الأرض لوحدهم. دي كلها بأنهارها بجبلها بكذا ست أفراد ما فيش إلا هم، بس هو إحنا بس بنشرح حاجة، بنقول إن في تشريع أنت هتاخد أخت هابيل وهابيل هياخد أختك، لا أكتر ولا أقل. فاجئ أنا أعترض، لا مش هاخدها، أنا هاخد أختي اللي هي اللي اتولدت معاه في بطن واحد. فاحتكموا لسيدنا آدم قابيل وهابيل، فسيدنا آدم قال لهم إيه؟ تقربوا إلى الله بقربان، ومن يتقبل منه القربان فيعني هو اللي هيتزوج الأخت أبي. فكان قابيل له الزراعة، شغلته في الزراعة، وهابيل كانت شغلته رعي الأغنام. فلما سيدنا آدم احتكموا إليه وحكم إنه هما لازم يتقربوا إلى الله عز وجل بقربان، يعني إيه قربان؟ يعني حاجة أنا بتقرب بيها إلى الله عز وجل، أنا بعمل حاجة عشان أنول بها رضا الله سبحانه وتعالى، زي الصدقة دلوقتي، زي الصدقة دلوقتي. لا وأي حاجة يعني أنا بصلي صلاة أتقرب بها إلى الله عز وجل، فلازم أحسن الصلاة اللي أنا بصليها عشان أتقرب إليها لله سبحانه وتعالى. بصوم يبقى أنا برضو بصوم، يبقى أنا بصوم الصيام ربنا سبحانه وتعالى بالظبط، مش صيام جوع وعطش بس، ده صيام عن كل الشهوات وصيام عن كل المحرمات. أيوه. يبقى ده الصيام اللي أنا الصح اللي أنا بتقرب بيه إلى الله سبحانه وتعالى. إيه إنما أما أقف أصلي ركعتين لله أنا من غير الفروض، أنا ناوية أصلي ركعتين لله دول لله سبحانه وتعالى، فلازم أحسن الصلاة فيهم لأن أنا اللي محتاجهم. أنا الركعتين دول أنا بصليهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. عندي مشكلة كبيرة، عندي هم كبير، عندي كذا، فأنا هصلي واركع أتقرب إلى الله. فمش هينفع أن أنا أصليها نكر غراب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا ده لازم أحسن ركوعها وأحسن سجدها. أيوه. وما تقرب إلى الله سبحانه ربنا عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أنت مش هتاخد الثواب الأحسن ألا من الحاجة اللي أنت بتحبها قوي القريبة إليك قوي. عشان كده لما بنقول لحد يتصدق، لا تصدق بأحب حاجة إليك، تصدق بأحسن حاجة عندك. لما تقدم لله عز وجل تتقدم إلى الله على قدر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا لما بيديك بيديني على قدره هو مش على عملي أنا. إحنا مهما نعمل ده الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، ده الله هو العزيز ونحن يعني اللي بنحتاج نتذلل إلى الله عز وجل عشان ربنا عز وجل يرضى عنا ويتقبل. يا رب يرضى عنا جميعا يا رب. هناخد مشيماء معانا على التليفون. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. عمي أهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن ما أكلم الدكتورة؟ أيوة مع حضرتك يا فندم. بالنسبة لطاعة ربنا، في لو بني آدم في خطايا أو في حاجات يكون ارتكبها في عدم يعني وعي أو كده، وبصي لأن في بتترد على أولاده أو في بيته وهي مؤمنة وثابتة وهي بعيدة عن ربنا، هي بعيدة عن ربنا، هي حاسة أنها بعيدة عن ربنا، عملت حاجات كتير صعبة في حياتها يعني. ابشري. فكل ما تحاول يعني تصلي او في الاستغفار بالليل والاوتار والحاجات دي، لكن قرب للصلاه حاجه مخليها ضعيفه، وتبص تلاقي ان بيتها مع اولادها مشاكل كتير وقلق. هل ده من عدم الطاعه والبعد عن ربنا؟ اكيد اكيد طبعا، هو اكيد يعني ده سبب من الاسباب. هي قالت الاثنين، ما هي بتسال بقى انت دلوقتي سؤال بقى، هي تعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ وكل ما بتحاول انها
كل ما بتحاول تقرب لربنا او تحاول حاجه مكتفاها وهي عارفه ان هي عامله غلط، في حاجات غلط عاملاها وعارفه ان في كمان حاجه عملتها كبيره، بس عايزه تعرف توصل تجاهد ازاي وتوصل لنا تبقى ايه في طاعه ربنا. حاضر هنرد عليك. اسمها ايه؟ شيماء. ام شيماء. ابشري يا شيماء، احنا عارفين ان رب غفور رحيم، وعارفين ان ربنا عز وجل تواب رحيم، وربنا عز وجل يقبل التوبة عن عباده، وان ربنا سبحانه وتعالى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، بس انت انوي التوبة وما تشيليش هم الذنوب ولا هم المعاصي. يعني ما تقوليش هو انا هصلي وانا عليا الذنوب دي كلها وانا هقف قدام ربنا وانا عندي المعاصي دي كلها. اقفي قدام ربنا وانت عندك المعاصي دي كلها، روحي لربنا عز وجل وربنا هيغفر لك ذنوبك، بس انت رايحه بيقين ان هو هيغفر. ما تقلقيش لان ربنا تواب رحيم. ربنا قال لا تقنطي. هي قال انا يعني هي قال انا ايه؟ طب انا معقوله هصلي وانا عملت الذنوب دي كلها ومعقوله هصلي وانا عامله المعاصي دي كلها؟ ربنا هيغفر لك ويتوب عليكي. أيوه. لو صدقت النيه مع الله عز وجل. بالظبط. وبرده هي ممكن تكون خايفه من قصه انه بيحصل لاولادها حاجات. فانا دلوقتي لما اجي اقول لربنا هو انا عايزه اتوب، فهل انا بتوب بس عشان خاطر ان هم ما بيحصل لا، ما احنا هنقول لها التوبه. ان انت التوبه صادقه لله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هي إيه شروط التوبة يا شيماء؟ إن أنا أول حاجة الإخلاص فيها، النية فيها، إن أنا هتوب عن العمل ده أو عن المعصية اللي أنت خايفة منها وقلقانة منها دي كلها. فأنا خايفة منها، خايفة ربنا ما يقبلنيش، بس أنا نويت إن أنا أتوب إلى الله عز وجل. أدي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا مش هرجع للذنب ده تاني أبدا. أيوة. واعلمي إن ربنا غفور رحيم. ده هو قالك لو لم تذنبوا لذهب بكم وياتي بقوم اخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله. صحيح. فما تقلقيش، رحمه ربك واسعه. يا ايها الذين امنوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني حضرتك مش هتكوني زي اللي قتل 99 نفس وراح لشيخ بيقول له آلية توبه، قال له قتلت 99 نفس وبتسأل عن التوبة، مالكش توبة، كمل المية. فقال فسأل عن حد. لازم لما يعني يخلي عندك أمل بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله عز وجل. فلما راح لحد تاني قال له في الأرض دي فيها مكان، فيها حد يدلك على التوبة، ومات وهو في الطريق. بس مات وهو ناوي لإيه؟ التوبة. للتوبة. دام قتل 100 ولسه بس كان ناوي على التوبة. فلما يبقى يكون ناوي، مجرد النية ان انا اتوب وربنا يتوب ويستغفر. الزانية اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم، زانية وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وعايزة تتطهر من ذنبها، هل ربنا ما غفر لهاش؟ ده ربنا غفر لها وتاب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختصر القصة ان هي كانت حامل وقال لها فتذهب ثم لتلد ثم ورجعت تاني. ورجعت للنبي ليه؟ لان هي مصره على التوبه، على التوبه، هي مصره ان ربنا عز وجل هي طهرها. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارضعيه. يعني حتى لحد سنه راحت وغابت بعد، ورجعت بطفلها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مصره على ان هي ايه؟ تتطهر. فاقيم الحد عليها. فلما اقام الحد عليها الدم جه على حد، جه على ثوب سيدنا عمر بن الخطاب. يعني ازاي زانيه يا رسول الله تصلي على زانيه؟ قال له لقد تابت توبه لو وزعت على المدينه كفالك كفالك. فانت اي ذنب ما تقلقيش، لا تقنطوا من رحمة الله. نسال الله عز وجل لك التوبه والمغفره. واهم من ده كله ان انت تنوي النيه الصادقه وما تخليش الشيطان يكبر عندك الذنب، لان في رب كبير عز وجل. صحيح. معانا غاده. ندى، اهلا يا ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بالله عليكي ممكن اقول سؤالي؟ اتفضلي. انا عايزه تدعي لي عشان مخنوقه مش مرتاحه، مش
شفت ظلم كتير. حاضر. شفت ظلم كتير من اخواتي البنات. صوتك بعيد قوي يا ندى. شفت ظلم كتير قوي من اخواتي البنات. ظلم كتير من اخواتي البنات بالذات. أيوة. من اخواتي البنات. تمام. ومش عارفه اواجههم، ما بعرفش اخد حقي من حد. وكمان مش عارفه، مش مرتاحه في الجواز ومش عارفه اتطلق لان انا ما بشتغلش ومش هرتاح عند والدتي. لا عارفه ارتاح في البيت اللي انا فيه ولا عارفه اصبر على الجوازه ومش عارفه اعمل ايه. بتصلي يا ندى؟ والله ساعات بصلي وساعات في تقطع يعني. طب ما بتدعيش ربنا؟ مخنوقه قوي 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 قوي. بتدعي ربنا؟ نعم. بتدعي لنفسك؟ والله بدعي واستغفر وبالليل بقعد استغفر كتير. اتظلمت من اخواتي البنات كتير قوي 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 يا حبيبتي. وصابره على الجوازه اللي مش مرتاحه فيها ومش عارفه اتطلق لان انا ما بشتغلش ومعايا عيال ومش عارفه اروح فين. لو اتطلقت هروح فين؟ هعيش فين وهعمل ايه؟ وبقول لو اتطلقت هتاخدي ايه يعني 1000 جنيه عندهم ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. طب ليه ما بتشتغليش زي ما بتقولي انت اصلا ما بتشتغليش؟ انا عمري ما اشتغلت، ما تعرضتش للشغل. بس يعني قبل كده بخاف من مواجهه المجتمع. ممكن تشتغلي من البيت يعني، ممكن تدوري على حاجه تعمليها تكون انت بتحبيها وتبتدي بس، وان شاء الله ربنا هيكرمك. مش عارفه، ما جربتش اشتغل خالص والله، خايفه من الطلاق. ربنا ما يجيبش طلاق. طب انت ما حاولتيش يعني تشوفي المشاكل اللي ليها حل او هو حاجه؟ لا هو دماغه لوحده وانا لا بيفهمني ولا بفهمه. حتى لو في حاجه لا بيصبر عليا ولا بيستنى ما اتكلم. زعيق شتيمه. انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالي 25 سنه. عارف ان انا مش هرتاح هناك. 25 سنه عند والدتي. مش عارف ان انا مش هرتاح عند والدتي، فضغط عليا اكتر اصبر اكتر، فمش عارفه اعمل ايه. انا اتخنقت بطريقه جامده قوي والله، لا يعلمها الا الله، والله ما يعلمها الا الله. ربنا يا رب يفك كربك باذن الله. يا رب ادعوا لي والنبي. انا اتظلمت من اخواتي البنات، ما بعرفش اواجه اللي غلط فيا. باجي اقول لو فتحت في كلام. انت الظلم بتاع اخواتك ده ميراث او حاجه؟ كلام معايا كتير، ما بيسيبوش سيرتي وقدامي يبقوا كويسين، وكلهم بيتكلموا ورا بعض. انا بحس ان انا حاجه تانية غيرهم يعني هو طبعا احنا عارفين ان ده شيء صعب، مش حاجه حلوه ولا حاجه كويسه ولا حد يتمناها ابدا، بس يعني اللي بيتكلموا دول ما هم اللي هيشيلوا ذنب اللي بيقولوه. فظاع فظاع والله. ربنا يهديهم ان شاء الله ويعافيكي. عشان برضه ما يشمتوش فيا، وصبر عشان مش هعرف اعيش عند والدتي، هتلطم بالعيال وما بعرفش اشتغل. انا افكار بما يعلمه غير ربنا، والله افكار بما يعلمه غير ربنا. انت بس هدي نفسك، ولازم هنرد عليكي طبعا، بس هي الصلاه شيء اساسي، ولازم تفكري في حاجه تعمليها انت اولا. ده مش علشان بس الدخل، علشان ده هيخليكي تحسي ان انت بتعملي حاجه. وطبعا 25 سنه ده يعني انت عندك ولاد ان شاء الله كبار. ايوه وما بقاش عندك المسؤوليه ما بتروحش، انا عارفه بتفضل موجوده، بس يعني الولاد كبروا شويه وعندك ممكن يبقى في وقت تقدري ان انت تعملي في حاجه وتتعلمي فيهم. ولادك عاملين ايه اصلا يا ندى؟ نعم. ولادك عاملين ايه؟ كويسين، بس عارفين ان هم يعني والله احنا شايفين مشاكل، مش مرتاحين خلاص. بقى في تعب نفسي ما بيننا وما بين ابوهم، اثر عليهم نفسيتهم مش مظبوطه. مفيش حياه من غير مشاكل، بس ربنا ان شاء الله يعافيكي ويخرجك من الكرب اللي انت فيه. هنرد عليكي. حاضر. وهندعي. حاضر في اخر الحلقه باذن الله. شكرا يا ندى. احنا برضو بنقول لندى ان انت سبتي اهم باب من الابواب. ايوه يعني سيبتي باب ربنا عز وجل. احنا اللي هي بتتكلم عليه الاخوات اللي احنا صلب الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. فانا بس عايزه اقول لها ما تدوريش هم قالوا ايه. ايوه. ما عودش دي قالت عليا ايه ودي قالت عليا ايه وهم بيقولوا على بعض ايه. انا ماليش علاقه، هم لهم ربهم يحاسبهم على اللي بيقولوه. ده ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت شايله هم اللي بيقولوه ليه؟ لما راح واحد لسيدنا خالد بن الوليد وقال له فلان يقول ويقول فيك يا خالد، قال له هي صحيفته يملأها كيف يشاء. هي صحيفتهم، هي ورقتهم يملوها كيف يشاءوا.
هم اللي هيتحاسبوا عليه مش انت. ان كان تاني قال مرحبا بحسنات اللي لم اتعب من اجلها، بيجيبوا في سيرتك بيتكلموا عليكي، انت بتاخدي حسنات وهم بيشيلوا في ذنوب، انت بتاخدي من هو حسناته. الكلام بيضايق يعني، عشان نبقى بس ما احنا خلينا حاطين ايدينا على الموضوع، هو فعلا بيتعب وبيضايق وخاصه لما يكون حد قريب واختي وكده، بس برضو ايه ما اقعدش بقى طالما خلاص هو مفيش حل او مفيش نتيجه من الكلام معاه. احافظ على صله الرحم، احافظ على الود، الحاجه اللي بينا بس. اعملي حدود في التعامل، اعملي حدود، اعمل حدود في التعامل بيني وبينهم، اعملي حدود في التعامل بينك وبينهم. الحاجه اللي بتلاقيها بتضايقك منهم ابعدي عنها، ما حدش قال لك كذا، انما انا احافظ على صله الرحم، احافظ على صله الرحم، انما انا لا هتدخل في امورهم ولا هم يتدخلوا في امورهم. تمام كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى لو انت مش لاقي راحتك مع اخواتك، مع في بيت والدتك، في الكلام ده كله، في زوجك، دي كلها ابتلاءات تؤجري وتثابي عليها. كل حاجة، الصبر على الابتلاء من أعلى مراتب الصبر، يعني صبره أخرته جنة، ده أعلى مراتب الصبر. يكفي، طب ما نشوف نص الكوباية المليان في الموضوع، إخواتي كذا وزوجي كذا، بس يمكن ربنا يبارك لي في أولادي، ربنا عوضك خير فيهم، يمكن ربنا يبارك لك، أنعم عليك في صحتك ووقتك، مش مبتلينا لا قدر الله بمرض عضال أو ابن عاق أو كذا أو كذا. ما كل الدين عم ليه أنا ببص للنص الكوباية الفاضي؟ ما هو ده اللي احنا لسه بنقول عليه الرضا. الرضا، أنا سبت كل نعم ربنا عندي وشغلت دماغي باللي هم بيقولوه واللي بيعملوه، وأنا عندي مشكلة ما هيش عند حد تاني. بس أنا برضو لو ما فيش حد ما عندوش مشاكل في بيته وفي حياته وفي دنيته، أكيد هي ضربت دي الدنيا. بس لو انا قعدت جنب المشاكل، طبعا لازم اعمل اللي عليا الاول، الصلاه اللي احنا مثلا مقاطعينها شويه او بنقطع فيها ونروح ونيجي لازم نحافظ عليها، وما نستناش من اول يوم انا هحافظ عليها انا خلاص كده دنيتي اتصلحت. وكمان دي الطاعات والفرائض لازم اعملها واعمل اللي عليا وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفك كربي ويساعدني وكل حاجه، وكمان اخد بقى بالاسباب اللي ربنا امرنا بيها. يعني انا دلوقتي مش بعرف اشتغل وما اشتغلتش قبل كده، انا ليه ما احاولش اتعلم حاجه جديده؟ ليه ما اعملش حاجه من اللي انا متعلماها؟ مفيش حد ما بيعرفش مثلا يطبخ، ليه ما ابتديش اعمل اكل مثلا واشوف ممكن حد ان هو يبقى محتاج الكلام ده، او حاجه انا بعرف اعملها واتعلم حاجه في البيت. ربنا بيه انا اشغل رب، يعني انا لو انا مش محتاجه اشتغل، ده هي بتدور على الشغل في حال لا قدر الله لو في طلاق. طب يعني معنى كده غير ما يبقى في طلاق، أيوة. معنى كده ان 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 الحمد لله في كفايه في 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 في, في البيت، يعني الحمد لله. هي قلقانه ان هي لو لا قدر الله اتطلقت مش هتعرف تصرف عليه. طب خلاص، انا ربنا ابتلاني بزوج فيه كذا، بس اعطاني ذريه كويسه، بس اداني نعم تانية كتير، ربنا يعني ربنا انعم عليا بيها، ليه ابصش، ليه ما بشوفش انا النعم الكتير قوي دي وعمال بس اشغل دماغي وشايله الهم في ان انا ما عملت ودول ما بيكلمونيش وهو كذا وده كذا. طب انت عملتي اللي عليكي تجاه ربنا، لما انت محتاجه الناس تعمل اللي عليهم معاكي، ده انت نفسك، معلش اسمحي لي لو يعني اتكلمت معاكي كده، بس انت نفسك ما قمتيش بكل واجباتك قدام ربنا اللي خلقك، بتدوري على العبد وانت سايبه الرب. طب ما انت وفي حقوقك كلها مع ربنا. وبعدين مش بنتكلم عليها هي تحتيها، بنتكلم على الانسان عامه ان هو بيفكر بالطريقه دي او بينسى شويه، واحنا اصلا يعني بنذكر نفسنا وبنذكرها. يعني انا حد ما بصليش وبقطع في الصلاه، واكيد ما بعملش فروض كتير، واكيد كذا، انا سايبه جانب انا هتحاسب عليه قدام رب العالمين، دي فروض. يعني انا سايبه فرض صلاه اول حاجه هتحاسب عليها في قبري، وبتكلم عشان اخواتي ما قاطعني وزوجي كذا. طب ايه رايك لو بدانا ان احنا نلجا لربنا عز وجل، وتصلي وتواظبي على الصلاه وتعملي طاعات، واقراي قران، وامسكي سبحتك وسبحي، واعملي لك ورد كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، واعملي ورد استغفار، انت نفسيا هترتاحي جدا جدا جدا. خديها والله يعني روشته شفاء. بس ابداي ان انت فعلا ترجعي الى الله عز وجل، ارجعي له، ردي اليه، صلي، اعملي ورد استغفار، اعملي تصدقي بنيه ان ربنا يرفع عنك الابتلاء ولو بالقليل، ابواب كتير مغلقه ربنا فتحها لك.
يا رب، ونسأل الله ان هو يصلح بينك وبين زوجك ويصلح بينك وبين اخواتك يا رب. اللهم امين يا رب امين. احنا يعني هنكمل القصه المره الجايه، هم بيقولوا لي ان احنا قربنا خلاص، فاحنا عايزين ندعي للناس اللي اتصلت كلها ولكل اللي سامعيننا كمان. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جاهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ببركة القرآن وفضل القرآن اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي كل مبتلي مسلم، اللهم عافي كل مبتلي مسلم. اللهم اجعل ألمهم في موازين حسناتهم. اللهم كما برئت يعقوب فبرئهم، اللهم كما شفيت أيوب فاشفهم. اللهم أنزل عليهم شفاء من شفائك، اللهم أنزل عليهم دواء من دوائك. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضل القرآن وبركة القرآن صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم بحفظ القرآن احفظنا، اللهم احفظ بيوتنا، واحفظ شبابنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بلادنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم احفظ أولادنا بحفظ القرآن، اللهم ارزقهم الصديق الصالح، اللهم ارزق، اللهم اكفهم شر السوء وطريق السوء وصاحب السوء. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اصطنعهم على عينك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام، واغفر لهم بقدرتك عليهم. لا يهلك لا يهلك وانت رجاءهم، لا يهلك وانت رجاءهم. اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم مد لهم في قبرهم مد بصرهم. اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اسقنا من يد الحبيب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بشكر حضرتك وجزاك الله خيرا يا رب. أمين. ربنا يتقبل يا رب العالمين منا ومنكم مشاهدينا. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. شوف حضراتكم مرة تانية بألف خير في كلام هواء.